طيب دي لقطات يا جماعة حصرية دلوقتي حالا من مباراة الأهلي ونيوبورت كاونتي الإنجليزي، المباراة اللي بتقام في هذه اللحظات. عدى زي ما حضراتكم شفتوا على الشاشة كده 14 دقيقة وشوية، يعني في الدقيقة 15 أهو. الكرة مع أحمد حمودي هيلعب الركلة الركنية، نتيجة 0-0 حتى الآن، وواضح إن هي مباراة أكيد مهمة جدا جدا بالنسبة للنادي الأهلي. وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم بنعيش حضراتكم في الأجواء لحظة بلحظة فيما يخص. طيب خلينا اقول لحضراتكم ان في هذه اللحظات طبعا مباراه الاهلي ونيوبورت كاونتي الانجليزي، والنتيجه 1-0 للفريق الانجليزي. واضح ان هي تجربه وديه قويه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وواضح ان فعلا في تدريج في المستويات اللي قابلها. يعني المباراه الاولى كانت مباراه سهله قوي بالنسبه للنادي الاهلي، المباراه الثانيه مباراة واضح ان هي قوية جدا جدا. ودي لقطات زي ما حضراتكم شايفين المباراة حالا هناك من اسبانيا، والفريق بيقود هذا اللقاء في هذه اللحظات. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي وان يحقق اكبر قدر ممكن من الاستفادة من خلال المباريات الودية ومن خلال المعسكر بشكل كامل، عشان ان شاء الله باذن الله نشوف اللاعبين واقفين على رجليهم بشكل كبير خلال المرحلة الجاية. خليني اقول لحضراتكم انه بينورني ويشرفني في الاستوديو في هذه اللحظات استاذ